نشرة الأخبار. السابعة صباحاً للأخبار من الإذاعة الوطنية التونسية، وهذه أبرز عناوينها. تظاهرة أعلامية خاصة بالتوجيه الجامعي اليوم وغداً لفائدة الناجحين الجدد في البكالوريا بالمركب الثقافي والرياضي المنزه السادس. إطلاق منصة فيدني سهلة النفاذ للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية لتوفير المعلومات المفيدة لهم. إطلاق خط تجريبي للحافلات اليوم يربط بين منوبة ومطار تونس قرطاج. في العالم، استئناف ومحادثات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين حماس والكيان الصهيوني هذا الأسبوع في الدوحة. الرئيس الأمريكي جو بايدن يعلن انسحابه من سباق الرئاسة ودعمه لنائبته كاميلا هارس لتمثيل الديمقراطية. إلى التفاصيل. مستمعينا متابعينا أينما كنتم، أسعد الله أوقاتكم وأهلا بكم إلى تفاصيل هذه النشرة. أكدت وزيرة التربية سلوى العباسي أمس أن الوزارة بصدد ضبط حاجياتها من المدرسين والمرشدين التطبيقيين وأعوان التأطير والعملة استعدادا للسنة الدراسية المقبلة لتقديمها إلى وزارة المالية ورئاسة الحكومة. يمنع إلى منع بقاء التلاميذ دون أساتذة ومعلمين إلى وقت متأخر من السنة الدراسية لحل مشاكل مزمنة تتعلق بأسلاك من المتعاقبين منهم المعلمون والأساتذة والمرشدون التطبيقيون بالمخابر وأعوان التأطير والعملة، وذلك بضبط حاجات الوزارة وتقديمها إلى وزارة المالية ورئاسة الحكومة حتى يكون الانتداب على قواعد سليمة في تنقية ما كان يسمى قاعدة البيانات الخاصة بالتعليم الثانوي متعاقدي التعليم الثانوي من الشوائب ورقمنتها، وفتح المجال في أكثر من مناسبة للأساتذة النواب لتعهد معطياتهم بالتحيين، ثم ستنشر القائمة النهائية من 8200 إلى 24200. بالنسبة إلى التعليم الابتدائي، قررنا أن نجمع شتات مراحل النيابات التي أداها هؤلاء المعلمون الأفاضل وأن نخصهم أيضا بقائمة ترشح للانتداب. من جهة أخرى، أفادت المديرة العامة للمرحلة الابتدائية بوزارة التربية نادية العياري بأنه من بين المستجدات خلال السنة الدراسية المقبلة أحداث أكثر من 170 فوجا لمرحلة التعليم التحضيري في المدارس الابتدائية العمومية. وببادرة من الائتلاف التربوي والجمعية التونسية للأعلام والتوجيه المدرسي والجامعي والمهني، تنتظم بالمركب الثقافي والرياضي بالمنزه السادس اليوم وغدا تظاهرة إعلامية لفائدة الناجحين في البكالوريا لمساعدتهم على التعرف على آليات التوجيه الجامعي ومختلف المسارات الجامعية، وفق ما أفاد به نائب رئيس جمعية الأعلام والتوجيه فتحي بغرارة. تكون في شكل أمسيتين، يعني من الأربعة حتى الثمانية باش نعملوا نهار الأول لقاء جماعي، سنتوزع بعد ذلك في مجموعة من القاعات ونستقبل طالبي المساعدة على الاختيار وعلى اتخاذ القرار اللي هم تلامذتنا وحتى أولياء. هناك مجموعة كبرى من المستشارين في الإعلام والتوجيه متطوعة باش يعطيوا بشكل تطوعي أرقام هواتفهم الشخصية، يكونوا على ذمة كل تلامذة في كل مناحي الجمهورية. أطلقت جمعية إبصار لثقافة وترفيه الأشخاص ذوي الإعاقة وذوي الإعاقة البصرية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة اليونسكو منصة فيدني تيانا، وهي منصة إلكترونية سهلة النفاذ ومؤثثة بمعلومات مفيدة لهم، وفق ما أفاد به أمس رئيس الجمعية محمد المنصوري. وبيّن المنصوري أن هذه المنصة التي سيتم تفعيلها خلال الأيام القليلة القادمة تحتوي على جملة من التقارير والدراسات والقوانين والخدمات وغيرها من المعلومات المحينة. في
شأن آخر، تشرع شركة نقل تونس بداية من اليوم في استغلال خط تجريبي للحافلات يربط بين محطة سليمان كاهية بمنوبة ومطار تونس قرطاجة، وفق ما أكده للأخبار المدير المركزي لاستغلال شبكة الحافلات بشركة نقل تونس نبيل المصمودية. من جانبها أفادت عضو مجلس نواب الشعب عن دائرة منوبة أسمى الدرويشة بأن هذا الخط يأتي تلبية لمطالب عدد هام من أهالي المنطقة. الخط هذا كان موضوع طلب من عديد من ساكني الجهة، لقاوا صعوبات في التنقل خاصة أنه ما عندناش معناها خط مباشر إلى المطار. إن شاء الله باش نرافقوا الرحلة اللي هي باش تكون رحلة تجريبية مع ممثلين من شركة النقل التوني. نتوقعوا أن الخط هذا باش يكون عنده تأثير إيجابي كبير على سكان الجهة. نأمل أنه تكون الرحلات التجريبية ناجحة وأنه يتم الاستفادة من اقتراحات الركاب لتحسين الخدمة. وضعت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على ذمة جميع الناخبين التونسيين استمارات تزكية الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية 2024 بموقعها الرسمي وعلى صفحتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي وبمقرات الهيئة الجهوية والمحلية بالداخل ومقرات البعثات الدبلوماسية والقنصلية التونسية بالخارج. وأوضحت في بلاغ لها أن الناخب المزكي يتولى تعمير الاستمارة بكل عناية وتسليمها للمترشح أو لفريقه المكلف بتجميع التزكيات لتقديمها فيما بعد في ملف ترشحه للهيئة في فترة قبول الترشحات. ودعت الهيئة إلى الاتصال برقم النداء 1814 التابع لها للحصول على مزيد من المعلومات. أعدت وزارة البيئة بالتنسيق مع الأطراف المعنية مشروع أمر متعلق بالفرز الانتقائي للفضلات وهو حاليا في مرحلة التشاور، وفق ما أفادت أمس في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء وزيرة البيئة ليلى شيخاوي مهداوية. وأوضحت أن مشروع هذا الأمر قائم على إجبارية الفرز الانتقائي قبل تجميعها وهو معمول به في بعض الحالات، غير أنه ليس إجباريا. وبيّنت أن الفرز سيكون إجباريا لدى المؤسسات والمصانع والمستشفيات واختياريا لدى البلديات. نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn. في شؤون الشرق الأوسط، دخلت حرب الإبادة الصهيونية على غزة يومها 90 بعد 200 وسط استمرار القصف الإسرائيلي على مناطق متفرقة من القطاع. فقد أعلن فجر اليوم عن استشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين في قصف إسرائيلي على مبنى في شارع النخل بحي التفاح شرقي مدينة غزة. كما استهدف الطيران الحربي منزلا في منطقة الكلية الجامعية جنوب المدينة مما أدى إلى اندلاع النيراني فيها. وفي مدينة خان يونس جنوب القطاع استشهدت امرأة وأصيب 5 آخرون جراء قصف الاحتلال لمنزلنا، كما استشهدت طفلة وأصيب 6 في قصف شقة في بلدة بني سهيلة شرق المدينة. من جهتها أعلنت سرايا القدس قصف تجمع لجنود الاحتلال بقذائف الهاونة على خط الإمداد في محور نصيرمة، فيما أعلن جيش الاحتلال إصابة 8 عسكريين خلال الساعات 24 الماضية، 6 منهم في معارك القطاع. سياسيا، قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إرسال وفد إلى الدوحة الخميس القادم لاستكمال محادثات صفقة تبادل الأسرى مع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة. وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يؤف جالانت إن الظروف هيئت وأن فرصة محدودة زمنيا تطرح نفسها لإنشاء إطار يسمح بالإفراج عن الرهائن، فيما توقع وزير الطاقة الإسرائيلي التواصل لاتفاق في غضون أسبوعين.
واعتبر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين أن المفاوضات حول وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس تقترب من خط النهاية. ومن المقرر أن يتوجه نتنياهو اليوم الاثنين إلى الولايات المتحدة، حيث يفترض أن يلقي خطابا أمام الكونغرس الأربعاء. وكشفت صحيفة يدعوت أحرنوتا أن عضو الكنيسة من حزب الليكود دان إيلوز قال إن نتنياهو سيذهب إلى صفقة تجلب الأسرى وتسمح باستمرار القتال. إلى شأن عالمي آخر، حيث قرر الرئيس الأمريكي جو بايدن مساء أمس الانسحاب من الانتخابات الرئاسية المقررة في 5 نوفمبر المقبل، وذلك بعد تنامي الضغوط عليه من رفاقه الديمقراطيين، في حين أبدى دعمه لنائبته كاميلا هارس لتحل محله مرشحة للحزب في مواجهة مرشح الحزب الجمهوري دونالد ترامب. وقال بايدن أنه سيواصل أداء مهامه كرئيس وقائد أعلى للقوات المسلحة حتى انقضاء فترة ولايته في جانفي 25 و2000، مضيفا أنه سيتحدث إلى الشعب في وقت لاحق هذا الأسبوع. وتعهدت كاميلا هاريس بتوحيد الحزب الديمقراطي من أجل هزيمة دونالد ترامب، وذكرت مصادر متعددة أن مسؤولي حملة هاريس وحلفائها وأنصارها بدأوا في إجراء اتصالات لتأمين دعم المندوبين لترشيحها قبل المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي في شيكاغو بين 19 و22 من أوت القادمة. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نعود ونجيزه لكم في عناويننا. تظاهرة أعلامية خاصة بالتوجيه الجامعي اليوم وغدا لفائدة الناجحين الجدد في البكالوريا بالمركب الثقافي والرياضي المزهى 6. إطلاق منصة فيدني سهلة النفاذ للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية لتوفير المعلومات المفيدة لهم. إطلاق خط تجريبي للحافلات اليوم يربط بين منوبة ومطار تونس قرطاج. في العالم، استئناف محادثات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين حماس والكيان الصهيوني هذا الأسبوع في الدوحة. والرئيس الأمريكي جو بايدن يعلن انسحابه من سباق الرئاسة ودعمه لنائبته كاميلا هاريس لتمثيل الديمقراطيين. أجمل تحيات كوثر عرقوبي، إلى اللقاء.